حياكم الله مشاهدي متابعي شاشة وطن الفضائية أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج الكتاب كل عام وأنتم بألف خير يا ربي عيد فطر مبارك عليكم عيد السعادة والمحبة إن شاء الله ضيف حلقتنا لهذا اليوم هي فنانة كبيرة قديرة راح نشوف تفاصيل أكثر حول هذا التقرير وراجع لكم أحبتي الفنانة سمر محمد بدأت سمر محمد التمثيل في مسقط رأسها مدينة الموصل عام 1968 وكانت أولى محطاتها في المسرح مع المخرج شفاء العمري الذي تعتبره سمر صاحب الفضل الأكبر في صقل موهبتها وتشجيعها على دخول عالم الفن أوائل سبعينات القرن العشرين انتقل السمر إلى بغداد حيث بدأ مشوارها الفني الفعلي بأدائها عشرات الأدوار سواء في أعمال إذاعية أو تلفزيونية أو في المسرح. شاركت الفنانة سمر في العديد من المهرجانات الفنية في دول عربية وأجنبية كان آخرها مهرجان الجزائر الذي شاركت فيه بمسرحية دائرة العشق البغدادية رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا التقرير وشفنا تفاصيل اكثر عن حياه الفنانه الكبيره القديره خلونا نرحب سويه بالفنانه سمر محمد فاهلا وسهلا بيك ست سمر اهلا وسهلا بك قناة وطن وفطر مبارك ست سمر شلون تشوفين اجواء عيد الفطر النكهه بالمحافظات كونك انت فنانه وكبيره و... قريبه على الجمهور وعلى الناس شوف هو عيد الفطر يعني هو اي عيد هي تقريبا نفس التقاليد بس تختلف من من محافظه لمحافظه يعني ماكو بيت عراقي ما يسوي كليتشه مثلا اهل الشمال اول يوم العيد شغلتهم لا باكه دولما دولمه تشوف بالجنوب السمك اختلاف يعني بين منطقه ومنطقه منطقه ومنطقه اللي متعودين عليه لكنه هو الكليتش متفقين بها، الشوكليت متفقين بها، الشرزات متفقين بها، كلها متفقين بها وكلها تعيد وان شاء الله أي خير وبركه عليه. ان شاء الله يا رب. خلينا ندخل بالبرنامج ست سمر، برنامجنا الكتاب هو عباره عن صفحات وكل صفحه موضوع بحياتك، راح نبدي بالصفحه الاولى اللي هي انه ست سمر باي محافظه ولدت وشون كانت حياه طفولتها؟ هاي المحافظه. اني من محافظه الموصل. أه تحياتي لاهل الموصل <applause> حبايبي أه انا عشت فتره كلش قليله بالموصل الغالبيه فتره طفولتي عشتها ببغداد وهي ايضا عشتها بالموصل أه الموصل يعني بهيش ايام الربيع متعودين يعني كل يوم جمعه لازم ناخذ اذا نريد نشوي اذا نريد مثلا نسوي مقلوبه او برياني نطلع يعني احنا كنا قبل نسميه تشول لانه كل المناطق خضراء كلها خضراء فوين ما تقعد انت تستمتع بهذه الاجواء الشلالات الغابات ايش تتذكرين بالطفوله؟ هواي اشياء اتذكرها مم. اتذكر مره بالعيد نعم آه طبعا هو الطفل من يشتري هدوم العيد يفرح بيها مم. فيخليها كلها يم راسه يم المخده حتى يصبح الصبح هو يصبح راسا ايه. فقعدت من اللوم لقيت الاصبع الكبير برجلي بجراحه ومره واني لازم اروح للمراجع شو راح اروح للمراجع ما اقدر البس حذاء ما اقدر البس حذاء فربطت الحذاء ربطته برجلي نعم وطلعت رحت للمراجع لازم اروح سي السمر بالطفولة يشوفين أقرب ناس أو أقرب الوالد أو الأم إليك بالعائلة أنا تيتمت وأنا طفلة يعني ما أتذكر أبوي الله يرحمه الله يرحمه بس أمي هي اللي ربتنا وهي اللي تعبت علينا وهي اللي ساندتنا الله يرحمها الله يرحمها يعني شفتي إنه سمر محمد هي قريبة على الوالدة كل المواضيع أمي الله يرحمها كانت يعني صديقتنا صديقتنا بس اني يعني في بعض الاحيان كان من نجي لبغداد يعني دائما الوقت كله ببيت خالي. يعني خالي الله يرحمه كان ببغداد فاغلبيه الاوقات كنا يعني ببيت خالي العطله الصيفيه تقريبا كلها ببيت خالي بعدين انتقلنا لبغداد وكنا دائما ما ادري ليش هو بيت خالي كبير فلازم م. احنا كنا يمه. هسه سمر بايام طفولتك يعني كانت تنتظرين انه العيد شو وقت يجي مثلا تروحين للسينما للملاعب القريبه عليك شو هو بالتاكيد اذا تروح سينما فلازم الاهل وياك فاحنا كانوا يعني الله يرحمها خالتي كانت دائما تاخذنا سينما النصر مو يعني مو وحدي احنا مجموعه يعني تاخذنا لازم تاخذنا سينما النصر ايش تتذكرين بها بالسينما هواي اشياء هم كانوا يحبون الافلام الهنديه حتى يقعدون يبكون بالعيد يقعدون يبكون افد مشاهده شفتيها انه بالسينما يعني شنو؟ يعني يعني فيلم ايه لا فيلم مشهد بالسينما شفتيها اتذكر اخر فيلم شفته كان وهم بيت خالي جايين من الموصل زياره فكان دين عرض الفيلم مال ابي فوق الشجره فهم اخذونا ورحنا للسينما بموصل وشفناه لانه عبد الحليم يعني الله يرحمه فالشي لازم تشوفه فرحنا وخصوصا كانوا بنات خاله يعني مراهقات فعبد الحليم فشي يعني مدلله كنتي؟ اني لا آه. لا مو مدلله أنا اقول لك لحد حد 12 سنه ايش ليش مدلله ليش مثلا كلش مدلله, مدللة. ايه؟ لكن بعد ال 12 سنه يعني قلبت امور بالعائله و... ف يعني صرت اني مسؤولة عن العائلة مو العائلة مسؤولة عني. <applause> <applause> والدك توفى وانت صغيرة؟ اي قلت لك يعني انه شفتي الله يرحمه انه شفتي يعني اكو عوز مثلا لو اكو مثلا ايه هو احنا احنا يعني شنو اقول لك؟ احنا يعني انا لحد 12 سنة ما محتاجين نهائيا ما كنا نعرف شنو يعني عاوزة او شيء. لكن هو بعد ال 12 سنة مرة ظروف الحياة وقلبتنا رأسا على عقب شنو اللي خلت الأسباب أن تنتقل من الموصل لبغداد؟ مو انتقل هي أمي الله يرحمها كنا إحنا بالموصل ف دائما لأن خالي الله يرحمه كان قريب من عندها فدائما يعني نعيش ببغداد يعني مثلا أنا أداوم الثاني ابتدائي ببغداد أكمل بعد نص سنة بالموصل نفس الشيء بالرابع ابتدائي نفس الشيء بالخامس شلون هاي الصعوبه تصير؟ صعوبه بس خلاص يعني هي هالشكل تصير تحسين اكو معاناه اكثر؟ ما كنت احس بها لأنش كنت طفله مدرستك الابتدائيه كانت بالموصل او ببغداد؟ اني مدرستين ابتدائيه واحده ببغداد المنال والقديس عبد الاحد بالموصل بالموصل الجديده شفتي مدرسة الموصل ومدرسة بغداد، شلون شفتي الفرق بيناتهم؟ مدرسة القديس عبد الأحد كانت مدرسة أهلية. أي. ودوامنا بيها دوامين، يعني نداوم من الساعة 8 الصبح إلى حد الساعة 12. بعد ال 12 ناخذ استراحة ساعتين. آه يوزعوا لنا وجبات غدا. آه اكو يعني مو واحد عدة شيزلونجات بالمدرسة. اللي يريد ينام ينام. واللي يريد يشارك بنشاط مثلا تمثيلي او موسيقي او تطريز فممكن يشارك بهالساعتين بهاي النشاطات. يا اي مدرسه شفتيها قريبه عليك؟ بغداد لو موصل؟ اصدقائك لك شوف انا شات... اكو مدرسه مالتي بالسبع قصور. فهسه من امر من هذاك الشارع بعض الاحيان دمعت تصير بعيني، اتذكر الاغنيه مال يمكن يمكن سميرة سعيد ما تحضرني هسه في الشارع دا مدرستي. اه هاي احبها واحب القديس عبد الأحد أكثر. موقف مربيش مثلاً. ايه يعني بالمدرسة تتذكري بالمدرسة بس أني للعلم أني تركت الدراسة ورجعت بعدين كملتها ببغداد. كملتها مسائي باب السيف بالشواكة. وبعدين انتقلت للإعدادية مع الوثبة يم المتحف الوطني هناك ف صعوبة كانت؟ لا لا ما كانت صعوبة لأنه أنا يعني مرة ظروف عائلية بعدتني عن المدرسة فمن يعني كبرت وسكنت ببغداد بشكل نهائي قررت أنا أكمل دراستي بهاي المدرسة موقف صار بيس بالطفولة موقف صار بي إيه. تذكري لحد الآن يعني. ما <applause> تنسي اذكر انا كنت وقحه واختي كانت الله يرحمها كلش فقيره هي اصغر الرحمة المغفره ف كنا قبل ما تفوت سياره كانت سيارات قليله نعم فما تفوت سياره اني يعني تشلب بالدعاميه واركض ورا السياره فاختي تتقلدني خطيه لزمت الدعاميه وانسحلت رجليها بالسياره فهذا الموقف كلش اثر بي يعني حزين اي اثر بي بس شنو؟ هو انا اللي كتلته مو هي منين جت الكتلة؟ اكيد <تسيق> <تسيق> <ده> من الوالده شوفين بالطفوله انه سمر محمد مشاكسه نوعا ما عكس سمر هسه يعني كنت ايه مشاكسه واذا نروح للشمال لازم اصعد لنهايه الجبال واذا اشوف لبقه لازم اصعد لها واذا اشوف تركيا لازم اصعد لها <تسيق> <تسيق> يعني اي يعني شلت مشاكس مو بس سبحان الله اللي خلاني يمكن تحمل المسؤولية بالكلام, بالكلام لو لا 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 آه لا وقلت لك أصعد وهذه ولو أجرح نفسي لو آه مثل ما أذيت أختي يعني يعني هاي التفاصيل لكن سبحان الله بعدها صرت نهائيًا يعني جدا مسالمة ما خلينا نروح من الحزن نروح للصفحه الثانيه اللي هي مرحله الشباب الشباب أه باي سنه كنت يعني مرحله الشباب سنه ايش قد يعني خلينا نقول يعني 70 70 بس قلت لك اني بهاي المرحله من 69 بديت اتحمل مسؤوليه عائله الاخوه اثنين عسكريه وانت تعرف العسكريه ذاك الوقت يعني اربعه الا ربع وهم متزوجين وعندهم اطفال واختي ف الله يرحمه الاستاذ شفاء العمري استعان بي انه اشتغل وياه بالموصل فرجعنا انتقلنا للموصل من 69 الى 72 انا كنت بمدينه الموصل اشتغل مسرح ويا 14 تموز ويا الرواد ويا نادي الفنون بعدها تزوجت بال 72 كنت صغيره وانتقلت الى بغداد وتركت التمثيل بحدود سنتين هي هاي الفتره مال الشباب اللي هي نقول من ال 13 سنه الى حد ال 16 او 17 سنه تزوجت آه وراها لو رجع بيتش الزمن لايام الطفوله ايش راح تسوين؟ الشباب العفو مثلا هواي اشياء اول قرار راح اسويه ما الزواج هاي اول واحد اي لان انا تزوجت انا صغيره يعني عمري 17 سنه أي. او اقل يعني ما يمكن يا دوب 17 غصب لو براتك لا لا ارادتي ما مو غصب أه... وصار عندي طفل انا عمري يعني آه يعني انا آه يعني تزوجت 16 سنه لا 16 16 سنه كان عمري من تزوجت وصار عندي طفل بال 17 سنه فهاي يعني حتى انا هسه اقول اقول ليش يزوجون بناتهم وهم صغار؟ يعني المفروض شويه يكون معرفه للحياه الزوجيه للاطفال للمسؤوليه ف ضيعت ضيعت هوايه تفاصيل ضيعت دراستي ضيعت شغلي قلت لك ورا مرور سنتين بغداد رجعت اشتغل بالفن واشتغلت بالتلفزيون ورجعت تزوجين بنتك بنفس العمر؟ لا لا تزوجتي بيه لا ليش؟ لا قلت لك لان هاي مسؤوليه مسؤوليه؟ مسؤوليه م. مسؤوليه لازم تدركها البنيه يعني لازم تعرف يمكن اكو ناس مقتنعين انه هذا العمر هو المفروض البنيه تتزوج لكن أنا بعد اللي شفته واللي دا لاحظة حتى عندك المحاكم يعني نسبة الطلاق مو طبيعية بيها ليش؟ لأنه دا يزوجوهم هم صغار هم أه فكروا اهلك العفو يضوجوك او يعني نفرزوك بالمواضيع انت ما تريديها فيها مو قريبه عليك لا لا اهلي يحبوني كلش وانا كلش احب مثل أحبوني. الحجاب او صدقي لا لا ما, ما عندهم هذا الموضوع يعني ما يعني كانت عندك حريه مطلقه مو حريه مطلقه بايام شبابك لا لا مو حريه مطلقه ولا ضغط لانه أه انت من تعرف مسارك وين تخلي رجلك وتعرف أه شلون تتصرف صح فالاهل يفتخرون بيك مو مو يضغطون عليك فبالعكس اهلي كانوا مسانديني ويحبوني واحبهم ومن يسمعون اي كلمه يسجوني يسالوني يعني مو راسا تقب العركه ماما هيك صار اخوي الكبير الله يرحمه تعالي اكو موضوع سمعناه هيك اقول له لا واحد اثنين يعني ثلاثه وروح اتاكد وانا متاكده من هذا الشيء فلا الحمد لله والشكر الحمد لله الحمد لله كم علاقه حب مريت ايام الشباب؟ ايام الشباب هي وحده مم. وحده وتزوجت متندمه؟ لا ما تتندم ما تتندم يعني انا صح قلت شان ما تزوجت بس ما تندم لانه آه شوف الزواج انا اعتبره قسمه من رب العالمين يعني مرات يقولون من تيجي القسمه الحلوك تنسد تمام؟ تمام فهو زواج قسمه من رب العالمين فاي شيء كتبه الله سبحانه وتعالى انا راضيه به شو كنت اخر مره تواصلت ويا الحب الاول؟ يعني شو الحب الاول الشخص اللي حبيتيه اول مره هو زوجي شو كنت و... يعني تواصلت لا في... يعني انا وزوجي متزوجه مرتين للعلم <applause> الزوج آه... الاول توفى و... <تصفيق> زوج... <تصفيق> وانا اعرف انه اي والزوج الثاني ابو زهرات تحياتي له تحياتنا آه... أبو يعني اكو تواصل من خلال البنيه يعني <applause> اي لانه عندنا بنيه فلازم اكو تفاصيل يعني هو يعرف انه البنيه حبل تواصل بين الطرفين مم. اي مم. فاكو تفاصيل لازم الاب يعرف بيها ولازم هو يسال عن لبنية يعني فهذا التواصل اللي بيني وبينه تحياتي له تحياتنا جدا محترم مم. هو تحياتنا يعني أه شلون تشوفين اليوم الحياه تفرق عن السابق؟ طبعا الحياه صارت اصعب من السابق بكل تفاصيل الحياه صارت اصعب يعني ما عادت هاي شلون اقول لك؟ هواية تفاصيل تغيرت بالحياة. يعني أنت قابل مثلا جارك جارك يختلف عن جارك هسه. أكو جار هسه ما يفتح الباب إلك حتى لو تدق الباب. إيش هاي صارت؟ هي التفاصيل اللي مرت بالعراق. يعني الحروب اللي صارت بالعراق مو قليلة. واللي صار بالعراق مو قليل فالناس لو بدت تخاف يعني انه صارت هاي ازمات يعني فتره الحروب كل اربع سنين تصير هيش مثلا لو انه اكو صارت العوائل هي الظرف اللي مر بالعراق مو طبيعي انا يعني اتحدى اي شعب بالعالم يمر بي اللي مر بي العراقي لو يتخبال لو ينعزل لو ما يعني شوف لازم يصير بي شيء فالناس انعزلت نزلت الناس، يعني أنا هسه تقريبا عندي جيران واحد اللي هو م. اني يعني بالعيد مثلا نتعايد او تجيني صوغه اودي له، تجيني صوغه يجيب لي ها آه هي يعني مو مو اكثر. اجتش هدايا؟ طبعا. ايام الشباب؟ اي اكيد. أنا اني اتذكر ابني الله يرحمه. الله يرحمه. انا يعني شت ناسية انه هذا اليوم عيد ميلادي او شيء. <applause> فتعرف يعني اروح للدوام وارجع. جيت لقيتها شو البيت مخبوص والكل مبدله ومعلقين زينه. قلت انا على جاي جاين خطابه على اختي مثلا او شيء. <applause> اي جان اشوف ابني الله يرحمه ماما كل عام وانت بخير. جايب لي سيت مال الفناجين ويا هاي مال مال قوري وليها ساعني محتفظة بلعبين يعني وهاي أكثر هدية أعتز بها بحياتي مين اللي جاب هدية بعد ورا أمي مم. وبنتي يعني بنتي دائما من تشوف شيء أحبة تجيب لي إياه يعني ليش الله يعني تقول الله لا يرزقني بأطفال أو ليش أنا ما قلت الله لا يرزقني أنت قلت بأولاد ما أريدهم يعني أنا قلت ما أريد أولاد ايه احد اللقاءات انه شفناها اني إيه بالعكس انا كنت اتمنى يصير عندي 12 طفل ها اي بعد حتى اضحك اضحك اقول اقلد على نفسي من كنت صغيره اقول لهم واحد بعد هنا ما, ما توفى بعد ما, ما, ما توفى ابني ما قلت أيه؟ ما اريد اطفال م. من اثناء فتره الحمل قلت يعني ما اريد يجيني ولد حتى لا يذكرني بابني يا ربي انطيني بنيه والله استجاب دعائي وانطاني بنيه بس قلت بالعكس اني كلش احب الاطفال. شو الخطا اللي خطاتي بشبابك وراح تواجهيهم؟ فني اي 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 خطا اي خطا بالحياه اللي صار. سمر محمد. ماكو انسان ما عنده اخطاء لكن اني اخطائي كانت جدا بسيطه يعني م. بسيطه. آه بعدين اني من الناس اللي اخذتهم الحياه. وقبل قبل شوي قلت انه انا يعني ما انه اسوي الخطا اللي بنتي ازوجها هو هذا هذا إيه؟ يعني خلني اعتبره واحد من يعني خطا ما يعني ما ازوج بنتي بهذا العمر ما ازوجها وهي اصلا ما تقبل مم. اي شنو معنى الجيل الحالي او الطيبين الجيل الحالي اي جيل الطيبين دائما الطيب. تتكرر هاي هس اقول لك جيل الطيبين يقولوها على الماضي. ايه. <applause> وجيل الحاضر يختلف عن جيل الطيبين. ايه. <applause> قبل كانت يعني الاغلب ولو هسه موجوده يعني ما. يعني ما الغيها من العوائل العراقيه، العوائل العراقيه عندها عادات وعندها تقاليد ولحد الان متمسكه بها. الجيل جيل قدي... الجيل القديم. الجيل القديم. عن جيل القديم. اكثر اكثر مطاوعه لاهله. <applause> الجيل القديم. لذلك اطلقوا عليه؟ اكثر مطاوعه لاهله اكثر انسانيه اكثر يعني عندهم هذا صله القربة والتواصل اكثر من هسه هسه موجوده ما الغيها لا موجوده لكنه لا تنسى الساتلايت والفيسبوك والتليفون يعني هسه هسه اكو ناس تفوت البيتهم اول ما تفوت يجيك خطار شنو الرمز مالتكم؟ زين انت جاي خطار تقعد تفتح التليفون لو اني رايحه خطار قاعده لازم التليفون او ابو البيت أو ام البيت اللي رايحه يمها قاعدين لازمين التليفون فالبيت كله تفوت عليه كلهم لازمين تليفونات من الصغير للكبير وبعدين صار اكو شلون اقول لك يعني مو تفكك مو تفكك عائلي لكنه كل واحد عايش بوادي كل واحد عايش بوادي توجيه من سمار محمد آه انه دائما يراقبون اولادهم بالنسبه للتليفونات آه الام مو لازم التليفون 24 ساعه هام اطفالها هام بيتها هام زوجها آه اهتمام بدراسة أولادهم لأن دراسة أهم شيء أه حنان الأب والأم على أطفالهم أه يخليهم أه عندهم ثقة بنفسهم بالمستقبل أه أزرع الثقة بيهم أخليهم أصادقهم مو دائماً إيدي والصندل ايدي قريبين على عائلتكم لازم على عائل لازم أنت تصادق أولادك حتى تعرف بأي مسار يصيرون حتى حتى يضمن عليك من الخوف سمر محمد كل المراحل هي حزينة طفولة وشبابي مش عاجب لا بنقول حزينة آني يعني, ف... يعني أكو لحظات حزن كل عراقي عنده لحظات حزن م. كل أم عراقية فقدت هوايه اغلبيه العراقيات ما اقول الكل الاغلبيه فقدت اولادهم اخوانهم امهاتهم أبهاتهم أه مو حزينه اكو لحظات فرحة هوايه بحياتي يعني افرح بنجاح بنتي افرح بيها افرح بولد اخوي اللي اني ربيتهم وافرح و... يعني اللي هم احفادهم يعني احفادي اسميهم لانهم يعني اللي انا ربيته يعني ابني نعم فافرح من يصيحوني بيبي عندي تسوى الدنيا كلها الله يحفظهم ان شاء الله خلينا نشوف الصفحه الثالثه ايش محضرنا زميلنا المخرج الصور وما تعبناش بالاسئله الله آه. الله يرحمك الف الله يرحمك. رحمه على طعم استاذ طعم التميمي اشتغلت وياه فيلم من عطف. وبعد اشتغلت وياه همينه يمكن فيلم سينمائي همينه واحد لاخر انسان تحس مو بس محترم راكز ومحترم وفاهم شغله وفاهم شنو تريد الشخصيه من عنده ما يتعوض انت بصمه ورئيس طبعا اكيد اكيد يعني طعم التميمي بعد شو ما ينطي بصمه شو تشوفين اي مخرج قريب علي بلمسات من اخراجه والله يعني يعني اتصور ابراهيم أه 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 عبد الجليل ابراهيم عبد الجليل بدي ابو المدينه كان جدا قريب من الممثلين ولهذا نجح المسلسل نشوف الصوره اللي بعدها يلا الله يرحمه الله يرحمه يعني انتم شلون تحرقون قلبي؟ عند الخالق المختار يعني تحرقون قلبي؟ لا لا عندك اعمال وياه ست سما اي وهذا شهر الفضيل يعني وهذا عيد مبارك في نفس الوقت احنا نروح نل... نطلع من جو الحزن عبد الخالق الله يرحمه الله يرحمه باشا ايش تتذكرين؟ باشا كان دائما طبعا احنا كلش يعني كنا اصدقاء فمرات من يريد يغثني؟ شو يقول لي مغروره اقول <applause> انا مغروره لا لا حبابه حبابه الله الله يرحمه الله يرحمه دموعها والله غاليه علينا الله يرحمه بالله <applause> الكريم شلون تشوفي مواقف التمثيل من منا وباشا ويا عبد الخالق كان يحب شغله الى درجه تعب نفسه وهذا اللي وصل للوفاة مبكر من النوع اللي يحب الشخصية اللي يشتغلها وينطيها كل جهده يعني ملتزم راقي بأخلاقه راقي بتعامله ويا الفنانين الدائرة مدائرة آه كان قريب هو على, على المخرج دائما اي اي إيه. إيه. عبد الخالق ايه وانت لازم تصير قريب من المخرج حتى تعرف انه المخرج وين يريدك تكون باي منطقه سيد العمل ايه سيد العمل هو المرايه اللي تشوف نفسك بيها خلينا نشوف الصوره اللي بعدها تحياتنا جلال, جلال كان تحياتي لك جلال اشتغلت انا وياه تقريبا ذئاب الليل وهواي اشتغلنا اعمال كنا كليتنا بعدنا مو يعني بعدنا همينا بعد شبابنا على قلت اللي يقول. أه واشتغلت وياه مسرحيه الناس اجناس فكنا نصور و يعني والمسرحيه فكان دائما نصويا مع مال المسلسل سمعيلي اقول لها هسه سمع عن نفسك ولا سمع عن نفسي؟ لا سمعي لي. <applause> جلال من اصدقائي الطيبين والحلوين، ربي يحفظه ويخلي لعائلته. شلون تشوفين يعني قريب على الممثلين وتشوفين حدث صار بعملك وياه؟ لا جلال مسالم. جلال مسالم ودمث موقف الأخلاق. موقف صار وياك حتى لو ذئاب الليل بالمسلسل ما اتذكر صار شيء يعني انت تحكي حلوه ذئاب إيه؟ الليل طبعا اي شلون يعني ما معقوله ما صار حدث او يعني شنو صار الحدث مثلا اللي بيصير؟ يعني خلف الكواليس لا خلاليس. هو شنو يعني احنا من خلف الكواليس نقعد كليتنا على الغداء سوا ما تنمل هي المسلسل بها احداث حلوه طبعا إيه؟ بس هم تعبوا تعبوا صراحه كلش تعبوا لان يعني جابوها من الشمال للجنوب يعني انا شان تصويري فقط ببغداد لكن هم من الشمال للجنوب فتعبوا تعبوا طبعا تحياتي للاستاذ حسن حسني تحياتنا من مبدعين محجز. العراق هو بس ما تذكرتينا ما اتذكر صراحه ما اتذكر عادي اي نشوف الصوره ميز قمر تحياتنا الفنانه ميز قمر حبابه ميوسه حبيبتي تحياتي إليك يا رب تكونين بخير وصحه وعافيه ما اشتغلت وياها مسرحيتين. فللعلم هي صحني باجي، يعني اختي الكبيره. آه يعني بالعراق كانوا اهل قبل يستخدمون هاي الـ آه اختي الكبيره طبعاً باجي. كانت آه تهتم بي بصراحه. يعني من نقوم بالبروفة او هذه فهي لبنية من النوع اللي شان تهتم بيها تهتم بست زي زيدي حياتي الها تهتم بينا يعني مو تحتاجون شيء مرات نطول بالبروفات زين قعدوا أنا اروح اشوف يردوكم هسه لا تطلعون انتم ما تعبكم ما تعبكم لا لا ما تعبنا أه وبعدين هي نشطه لبنية ولطيفه وضحوكه يعني ما تخليك يعني شلون حتى لو انت معصب مثلا ضايج تعبان من الشغل تجي تدخل عليك الفرحه يعني تشاقه وياك وتلطف لك الجو حبابه يوسف ايش توجهي اليوم معايا تحياتي لك ميوس تحياتي وان شاء الله تكوني بخير وصحه وعافيه وتحياتي للوالده تحياتنا سمعتنا خلينا نشوف الصوره اللي بعدها <applause> الله تمثيليه هاشم هاي هاي تقريبا يعني بعد ما اشتغلت ببغداد سنه او سنتين علي الانصاري الله يرحمك وفاضل خليل الف رحمه على روحكم اثنيناتكم آه طبعا هواية, جو اشتغلت جو اعمال هوايه اشتغلت اعمالي هوايه اشتغلت ويا اعمال ويا الاستاذ علي الانصاري قد كان عمره سنه؟ <applause> هنا يمكن عشرين سنة عمري 20 واستمريت أعمل ويا الأستاذ علي الأنصاري وخصوصا بالتاريخيات لأنه من خلاله وخلال الأستاذ جعفر السعد يا الله يرحمه قدرت أتمكن من اللغة العربية أستاذ فاضل خليل يعني الطيبة، الحنية، آه، الأستاذ، الكبير، نفس الشيء أستاذ علي اثنينهم آه، علي الإنصاري ما يصير عصبي <applause> يعني حتى لو أراد يصير عصبي تضحك حتى من اللي يصير عصبي يضحك من خلال أسلوبه وكلامه، تعامله أيه، أي، زين لأنه هو يحتاج لجروب التمثيل أي، أي، ومت... وم... يعني مسالم مسالم نفس الشيء فاضل خليل الله يرحمهم سنيناتهم يعني ما ما ادري شو اقول لك يعني انت اذا طلع لي صور دي تحرق قلبي واشكرك عاني لا لا احنا ما نريد نخليكم يعني عشرة عمر هذول اهلي حزين او شيء بس هذول اليوم اليوم احنا الجيل الكبير مثلكم ونقتدي بكم فهي الصور هاي شوف ذولا اهلي يعني قريبه عليكم يعني انا يعني دائما اقولها اقول أني عشت وياهم أكثر مما عشت ويا أخويا. نعم. ليش؟ أطلع أنا بالستة الصبح أرجع بـ 12 بالليل، أرجع تعبانة أشوف شنو عندي أسويه بالبيت أروح أنام مو؟ لا. أرجع نفس الشيء، يعني أنا دا أعيش النهار كله وياهم. بعض الأحيان تصوير ليلي، أعيش الليل كله وياهم، بعض الأحيان أسافر وياهم محافظات، النهار كله والليل كله وياهم. أهل، إخوة، ترابط اللي موجود اخوه اخوه يعني بمعنى الكلمه الاخوه اللي هي مثل ما انت ويا اختك يمكن اذا اني تعبانه وواحد من عندهم شافني اني هي الشكل مسويه ونايمه يجي يغطيني موجوده هاي موجوده بعد موجودة بعدها, موجودة بعدها اي, اي موجوده اه. موجوده فذولا اهلي اني ما يعني وشهادتي مجروحه بكل الصور اللي طلعتها ايه اعمالكم هواية لانه آه، عشره العمر عشره العمر شلون شفتي الصور اي صوره هي تحسيها انه قريبه عليك والله كلهم مم. كلهم كلهم احبهم حذرتيني بالبدايه من الصور اي أيه؟ لا كلهم احبهم واني آني ما عندي مشكله آآ آآ يعني انا الحمد لله والشكر الف الحمد لله والشكر انه انا اذا ما اقول لك 90% من الوسط اني متصالحة وياهم وأحبهم يحبوني حتى العشرة بالمية نفترض أكو عشرة بالمية نفترض هو لكن أهم أحبهم أني أهم أحبهم سمر خبان أنه أزعجناك بالصور لا لا ناس. بس قهرتني وحرقت قلبي يلا خلينا نروح للصفحة الرابعة حتى نحاول شوي بعد الحزين وجونا هو جو عيد وفرحه اي انت جبت الف... اني اتا اه هي هاي فقرات البرنامج مو اني يعني ايش بيدي علي تحملينا يلا اه الصفحه اه الرابعه هي مرحله الفن نعم ايش عجب الشرطه والاهل انه ترافقك والدتك باول مسرحيه لك؟ لان كنت صغيره بالعمر. وبعدين يعني انا يعني رايحه من بغداد للموصل. وانا عمري تقريبا تخوف 12 سنه يعني 12 سنه شلون تعوف اليوم لوحدي؟ اي اي علما انه استاذ شفاء العمري الله يرحمه كان اب واخ كبير وامين جدا لكنه ما ما وارده انه بنيه عمرها 12 سنه تروح متابعه بحدي؟ موجوده لازم أي. فرحت والدتك من يعني شافتك وسمعت انه دخلت المسرح؟ بالبدايه يوم. هي كانت كلش معارضه بالبدايه بس من شافت إن النجاح والناس حبتني وشافت انه اني يعني شو اقول لك حتى بالمنصب يعني الناس حبتني ففرحت بهذا الموضوع فرحت بس دائما هي واخويا قاعدين النصايح يعني النصايح وشو ردت فعلش من شايتك وايد تشتي على المسرح؟ نفس الدقيقه هو اني لا تقولي والدك، تقولي لي الناس اللي قاعده شنو ردت إيه؟ فعلي <applause> اني لي حد الان إيه؟ اني هسه اكثر من 50 سنه اني يعني واقف على خشبه المسرح لي حد الان الخمس دقائق او العشر دقائق الاولى اني يعني... اها رهبه المسرح أحب. رهبه إيه؟ رهبه يعني مسرح مو تجي والله اي يلا هاي اني إيه. يعني ما اشتغل يلا هاي هي إيه. انا اشتغل رساله مم. رساله انا مسؤوله عن اللي راح اقوله مو فجمهور إلى إلى يعني قيمته ووزنه واحترامه ووزنه فمن تطلع تأديله وأكثر ناقد لك هو الجمهور الجمهور فعلا جمهور. فإذا ما حبك أو ما استوعبك أو ما فهمك انتهيت أنت صار موقف بيش ما أنه على المسرح أنه أي متلقي أو مشاهد يعني ما وصل للفكرة لا. لا 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 أنا صار عندي موقف مره بمسرحيه م. أنا متمكنه من الحوار جدا نسيت جمله جمله مهمه مهمه جدا من خلال ادوات زين م. وما اقدر يعني مثلا ما عندي مثلا احنا مرات تصير يعني تنسى او ممثل وياك ينسى آه تخليه يرجع أو, او يعني ممكن هذا المشهد بالذات لا بيرجوع ولا بيطفرة اها فكلش ما اعرف صار بيه هو انا مو نسيت بالاحرى مو نسيت انا دخلت للمسرح اول جملتين قلتها عادي ماشي الحال الثالثه دريد اقولها حسيت كانما ضغطي هبط حسيت انه خربطه انه بال اي حسيت انه اني شلون واحد يريد يموت بس متمالكه نفسي يعني كنت بس هي هاي ولي حد الان اني يعني هسه بدي اقول لك اياها وتوترت وضجت والجمهور شلون كان تفاعلهم؟ انقذني واحد من الزملاء اه اي قالها للجبنه بوكالي. <applause> <applause> اكو مس... اكو مسلسل او مشهد مستحيل انه تنسينا؟ هوايه مشاهد. إيه؟ مو مشهد واحد. آه... هوايه مشاهد وخصوصا المشاهد اللي تتعلق بوفاه آه... الابناء. هاي مستحيلة انساها. يعني خصوصا هاي المشاهد. صعب تنسيه يعني مشهد من مشاهد بوكر الذيب تحيات الأستاذ علي أبو السيف تحياتي أصور بتدمر بسوريا فوكر الذيب هم عندها طفل واحد ولد يعني وهم أنا ينقتل فشوف المفارقة هذا المشهد أبكي على ابني أبكي على ابني فلازم أبكي بشيت خلص المشهد زين غير اوقف ما ما بشي بعد بقيت اكثر من ثلاث اربع ساعه انا ابكي المشهد اللي بعده انا وابني مو احنا يعني تعرف المشاهد مو كل مشهد واحد نعم انا وابني قاعدين بدنا نضحك وده نشاقه شوف ايش قصه صعبه على الممثل يعني انت قاعد بالبيت تشوف الله هذا بس هو ما يدري بال... ما يدري المعاناة اللي, اللي, اللي انت تعانيها تمشي بالمشهد تستنزف كل طاقتك تستعيد كل ذكرياتك فتاثر عليك نفسيا فعلي ابو سيف قال لهم لا اخذوا مشهد هي ما بي ترتاح يلا اقدر اصور فعلا اكو جزء جديد من مسلسل الليل عفوا ما متاكده انا يعني من هذا الموضوع اسمع يعني طراطيش حكي يعني كثره قاعد اسمع أشوفها. اسمع هذا يقول هذا يقول لكنه انت شلون يقولون اهل قبل ما تقول سمسمي اذا ما تلهم <applause> يعني ما اجاك انه خبر او شيء لا, لا لا لحد الان برايك ليش لحد الان الجمهور يستذكر مسلسل ذئاب الليل؟ مو بس ذئاب الليل هوايه مسلسلات بس ذئاب الليل لها نكهه نشوفها هي عالم قريبه على بس وهيبه ذئاب الليل اه. اماني الضاله ذئب ام. آه عين المدينه آه بعد ناديه الناس تتذكرها فتاة في العشرين تتذكرها بس يتذكرونها الأجيال السابقة يعني ذئاب آه الليل لأنه أقول لك يا كانت بغداد تعزل إذا تنعرض ذئاب الليل إذا أنت يعني عمرك يساعد تتذكر هيك الشيء لو ما تتذكر لا تتذكر بس بيها أحداث حلوة أي ذئاب الليل كانت آه بغداد تعزل بالتسعه كلها معزله يشوفون ذئاب الليل. آه حبكة الموضوع والجهد اللي بدلوه الفنانين والمخرج حسن حسني ترى مو قليل فطلع عمل مميز مميز صار بيش موقف بالمسلسل بالمسلسل شو الموقف شو الموقف صار؟ خليني اتذكر الاحداث انت توديني بأي سنة؟ 30 سنة بأي سنة صورت مسلسل مناوي من باشا خلني عن مواقف مناوي وباشا التسعينات ايه امم التسعينات كان جزء واحد؟ لا انا اشتغلت جزئين ايه والجزء الثالث ايضا اشتغلته بس الجزء الاول والثاني افضل من الثالث شلون شفتيها؟ مناوي وباشا مناوي باشا من الاعمال الجميلة العراقية ايضا الجمهور كان متابعها وعمل ما ينمحي من الذاكره. عمل جميل جدا وتحياتي لفارس طعمه التميمي من المخرجين العراقيين المبدعين. تحياتنا استاذ فارس. شلون تشوفين سابقا ولاحقا الفن؟ شوف قبل اكو رقابه. يمر النص على عدة طبعاً. اشخاص. هذا صح هذا غلط هذا ينحذف هذا يبقى او العمل كله يلغي او العمل ممتاز ويعطوك موافقه بالشغل. قبل من تشتغل كل العاملين يعني هو شو هو شنو؟ كانت شركه بابل و... والتلفزيون من يشتغلون عمل الانتاج مالته ينصرف كله على العمل. ولهذا تشوف من يطلع على العمل يطلع كامل تقريبا، صح اكو اخطاء فنيه بس متكامل جمالية. متكامل. في هسه في بعض الاحيان وبعض المنتجين مو دا اقول الكل البعض. مم. اللي دا يصير شنو؟ اكو ناس تقول لك اني يعني شنو اتعب واشتغل واذب فلوس من جيبي وما اربح شيء. فليصير تقصير بالانتاج. رقابه مو مثل قبل. ما اكو يعني يجيبون نصوص مثلا ما تتقدم الناس لازم يقروها بشكل زين، ينطون الموافقه بها اكو مشاهد تنحذف، اكو مشاهد تنضاف. هسه غير شكل. لكن هاي الاعمال هسه مو مثل اعمال قبل، ليش؟ اعمال قبل تعكس واقع قبل اعمال هسه تعكس واقع هسه الاحداث احداث هسه يعني اكو هسه اعمال بد تنعرض يعني بالشاشه وانا اقول يعني الحمد لله انه الجمهور ديتابع يتابع بشكل مو طبيعي يعني ما كنت شالوا العراقيين قبل س كم سنه مم. احنا ما نشوف عمل عراقي لا هسه بدي امشي بالشارع لا دا يشوفون العمل العراقي ودا يتابعوه ويسالون ويدققون وحافظين العمل يعني كذا ما حافظين درس اكو نكهه؟ اكو نكهه وان شاء الله تتطور شوف احنا قلت لك اللي مرينا به مو قليل تعتزين بالاعمال القديمه؟ عن ساوة. طبعا مم. طبعا مم. اكيد بس شنو قلت لك المجتمع تغير قبل يختلف المجتمع عن هذا المجتمع اللي احنا هسه بنعيشه دور الشباب بالتمثيل احنا هسه يطلعون عندنا والله امكانيات جيده جدا اي ايه يعني عندنا شباب شوف اني ما دائما اني هسه مو ممكن اخذ طالبه كليه مو هذا انا مقصدي يعني دا اصل الهدف اي تسمعني ايه. ف الشباب بده يشتغلون هسه والشابات بده يشتغلون هسه خلينا نقول يشتغلون الف نعم الف لكن بعد مده منو راح يثبت وجوده راح يثبت وجوده الافضل صح لو لا نعم يعني بزمنهم هم اجوا بنات هوايه يشتغلوا لكن اختفوا بقوا احنا كم وحده بقينا نعم وهسه ما نقدر احنا نمثل دور طالبة كلية فلازم يجي جيل جديد, جديد وهذا الجيل لازم احنا ندعمه ولازم مجال للشباب فرص تطونهم طبعا لازم مم. احنا ندعمه ونوقف وياه وننصحه و... ونعلمه اكو اشياء ما يعرفها الممثل الجديد لازم انت توقف وياه وتسانده اجوركم اجوركم في زمن عالم ستوهيبة ايش قد كانت؟ ما اتذكر او ظالم هسه ما اتذكر صدقني ما اتذكر يعني تشوفيها يعني افضل مثلا مو متذكرين انه لا أنا اتذكر ذئاب إيه؟ الليل اجورها اشتريت بها سياره أه؟ ولو هي سياره يعني فوق سواكن صغيره بس اشتريت بها سياره لكن هسه لا الاجر تاخذه ما يكفيك ايش قد الاجور اللي يستحقها الفنان؟ يعني على الحلقه الواحده اللي يمثلها والله الفنان العراقي مجتهد وحفيظ وملتزم وصبور صبور يعني تعرف شنو صبور يعني تمر بظروف في التصوير يتحملها ويسكت ويصبر يستحق اعلى اجر موجود بالوطن العربي مو بالعراق بس لكن يقول لك احنا هذه القنوات او قناه الدوله هذا اللي جت تعطينا اياه نقدر ننطي اكثر من هذا اي مسلسل دخلت سمر محمد شفتيها واقعيه حقيقيه وين اي مسلسل هسه حاليا؟ هسه اللي أعرضه هسه؟ شهر رمضان. اني اكو مسلسلات اني ما اشتغلت بيها واني مو ما متابعه كل الاعمال لانه اني يعني شويه ارتباطات نعم ارتباطات. اني عجبتني يعني خان الذهب بيها من الواقع الحالي اللي احنا بنعيشه، اكو بيها كثير يعني. عجبتني مسلسل غيت. تحياتي الجمانة والعلي فاضل آه مخرج مبدع تحياتي الفنانين عجبني دكاتي. كل الشغلة العلي فاضل و... آه وعجبوني كل المجموعة اللي اشتغلت بغيد عارفين وين يضعون القدم جمانة أنا أريد أكتب رسالة يومية ودانسة أي رسالة كتبتيها؟ دار أكتب لها أهنيها يعني على العمل سطر يعني. واحد أريد أهنيها على العمل انا كنت من الاول يعني هي بقى اشتغلت وياي بكر الذيب اول مره كانت بعد ما قدام كاميرا الفرق بين يمكن 2006 كان وبين هسه فرق شاسع برافو جمانه برافو هاي انه دافع تعطيها معنوي؟ مو دافع هذا جهدها 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 رفل ايضا كانت شغلها حلو أه أنا لك يعني جزء ما تحضرني الأسماء كل اللي اشتغلوا بالعمل عارفين إيش ده يشتغلون تحياتنا لهم اللي ذكرتيهم خو ما تعبناش بالأسئلة لا مار. بس قهرتني شوية قهرت. تحملين <applause> 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 هاي آخر صفحه هاي الأخيرة أي. أسئلة افتراضية نعم. نوعا ما لو لو مو أنه إحراج نحرج السؤال لو افتراضي أه لو شفتي الحبيب الأول بالصدفة وأنتي تتجولين في أحد الشوارع الله يرحمه شو بتتشلب حبيب الاول هذا هذا زميل المعد انا مو هذا الاعداد شو حبيبي الاول الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه شوف السؤال افتراضي يقول لك جبل ويا جبل ما يتلاقى <applause> بني ادم ويا بني ادم يتلاقى نعم وانت عشت فتره ويا انسان اكلت وياه وشربت وياه ف تقول السلام لله السلام لله نعم. يعني مو بالضرورة أني راح أعيش قصة حبة وأتذكرها أو, أو هذه لا بس تقول السلام عليكم لأن أنت مو مو أعداء كأنما غريب تسلمين عليه السلام عليكم مثل أي غريب مم. لو قلت لك في جزء أو لحظات من حياتك شو راح تحذفين؟ واي اشياء واي واحد احذف الاربع سنين اللي عشتها بالمستشفى ويا ابني ايش حسيتي بها هاي؟ هي بعد ايش حسيت بها يعني لا السؤال الثالث بالصفحة الأخيرة لو نفترض طلبوا منك أنه ترشحين مسلسل عراقي لغرض المنافسة على مستوى المسلسلات العربية، يا مسلسل. ما مو قلت لك أني ما شفت كل المسلسلات حتى أقدر أحكم، أخاف أقول. حتى لو من قديمة. لا أخاف سامة. أقول أني بعدين. لا 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 إحنا مو بقدر ما. لا لا مو أني من أشوف أقدر أحكم، بس أني ما شايفة، يعني يجوز أغبن حق فلان أو أغبن, أغبن حق. مشاهدتي. ما لا ما ممكن، لأن أنت تنعرض لك أكثر من 40 عمل. م. انت شايف عمل او عملين تيجي ترشح العملين وتلغي ال 30 عمل يصير القديمات مسلسلات قديمات هواي كلنا نرشحهم مثلا كلها رشح ذهاب العيل وعالم وهيبه ومن كلها رشح <applause> 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 لو اردنا نقيس كميه الاشتياق اللي بقلبك منو راح يطلع اكثر شخص مشتاقة له؟ مشتاقة لهم كلهم ميتين. واحد. بس لا شي ولا انه تخليك بحزن. لا بس اشتاق الصديقه واشتاق البنيه اني ربيتها. دولة طلعوا كلهم من العراق. بنيه هاي البنيه. اني ربيتها بس يعني اشتاق لبتها. اشتاق لها هوايه. وهي همين ايضا اشتاق لها تحياتي لكم حبايبي اشتاق الصديقة العمر توأم الروح ام احمد هم بألمانيا المانيا ذولا اشتاق لهم هواي لانه يا اما اسافر بعمل واقدر اشوفهم يا اما ما اقدر اشوفهم تعبناك بالاسئله والصفحات هذا الكتاب ذكرى موقف سجين ابي يعني سسنة. عن البرنامج لو ايا كان يخطر عندك كتابه كتبين نعم ما اريد المعيد المقدم برنامج هو متروس اي خليني خلي القي اكتب لك هنا ما يخالف على هاي الصفحه بس ما مناظر تعذرني قاسيه بالقلم لا م. مسامحه مسامحه المن الجمهورش الناس اللي عذوك الله يسامح البشر ما يسامح طبعا الانسان اذا ما يسامح ما يقدر يعيش الانسان اذا كان يغل راح يكون حقود لا الانسان الله سماه انسان الانسان جاي من الانسانيه فلازم انت ما تحمل غل بقلبك هاي نصيحة إلك مني وللمعد ما تحمل غل بقلبك لأي إنسان لا إنه قصدي ست سمر أنا قصدي اللي يجرحوش بالمواضيع إنه الفين حتى أو لو يجرحوك حتى لو يأذوك حتى لو سامح مصر. سامح بعدين أكو الله فوق راسك إذا أنت ما مأذي أحد يجي أحد يأذيك أكو الله هو يأخذ حقك انت ايش تريد تسوي؟ انت مو؟ هاي شنو؟ احكي لنا ايش كتبت احكي لنا ايش كتبت دقيقة بس انت خربطتني خليتني اكتب غير شيء مو قاعد ليش ايش تقاسية بالقناة لا مو احكي وياك ودا اكتب لكم هم راح ارجع اكتب لكم هاك انت قرأها. لا لا مو هو فقره البرنامج سلام. اوكي ايه؟ تمنياتي بالتوفيق والنجاح لكم جميعا شكرا جزيلا شكرا, شكرا لك يعني كلمه او حديث الجمهور ايش متابعك ايش تواجهني اتمنى تكونون راضين عني واني احب جمهوري لان هو اللي سواني حبهم اللي يشجعني ان استمر اشكركم اني وعيد مبارك وحياة سعيدة ويا ربي أي واحد ما يصيبه أي مكروه يا ربي تكونون بخير وسعادة شكرا لك خب ما تعب ناس بعدين نحكي ورا البرنامج كل عام وانتم بخير ويا ربي <applause> طولة العمر وحياه سعيده بهذا العيد الجميل وعيد الفطر المبارك شكرا جزيلا يا شكرا لك مشاهدينا الكرام كل عام وانتم بالف خير وفي الختام وصلنا الى نهايه هذه الحلقه نلتقيكم في حلقه اخرى مع ضيف اخر مع السلامه